إدارة القيادة المرجعية. إن القيادة المرجعية أجدر قيادة وجدت في العالم. لو استثنينا قيادة الأنبياء والأئمة عليهم السلام، فقد توفرت فيها المؤهلات والشروط الاحتياطية حتى أصبحت قيادة مثالية متوغلة في العبقرية والنبوغ، إلى حيث كان من غير المعتاد تماثلها للوجود لولا قوة الإسلام ومعجزته في انتشال الإنسان من حضيض البشر إلى فوق مستوى سبحات الملائكة، وإلى حيث أصبحت أمينة وقوية إلى أبعد الحدود. فهي أمينة لأنه لا يشغل أي وظيفة في أي واحد من مرافق هذه القيادة إلا رجل عادل تمرس على مواصلة الواجبات والابتعاد عن المحرمات. وهي قوية لأن قوتها لا تنبع من قوة المال أو السلاح، لأن قوتها أصيلة ذاتية نابعة من صميم طاقات التنظيم المرجعي وكفاءاته.